راني مسلم عليكم، شكرا على الله، راني مسلم عليكم كاملين، مسلم عليكم ومحييكم وشاكركم كاملين، وسائل لكم الله صوم مقبول وقيام مقبول، وان الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم كاملين صالح الاعمال ويضاعف لنا ولكم الاجر كاملين. وراني ملي لهي نعود للمرة الثانية ونزف تحية خاصة لقواتنا الباسلة، قوات أمننا وقوات دفاعنا الباسلين على العملية النجاح في مطاردة وقتل ذوك الإرهابيين الجبناء اللي كتلوا جنودنا بدماء باردة. هذا البث معدلو يبدوني خالقة تدوينة عدلتها مع الصباح اليوم، وكرت فيها بعلنا ندور نعود مترشحين في بعض الدوائر، يبدونها ما انفهمت، والله انفهمت فهم سيء. ولذلك لذلك مضطر اني نوضح بعض النقاط لبعض الناس اللي نعرف انه بعد مسكين ذاك كامل اللي قال، وذاك اللي شفتهم كتبوا لا بهم شيء عندهم اللي متوقعين انه خلقنا وزين عندهم ان نعودوا لقدام. اولا نختار نقول الاخوة كاملين، الاصدقاء كاملين، والمناضلين والمناضلات، مناضلين مبادرة الوحدة الوطنية الصادقون كاملين، لان احنا اصلا ما انا قاع من الناس اللي حانيشين اعطال ذيك مرحلة فتنة مرينا بيها، وسائلين الله انه لا يرد بها ولا تنا راجعي لها. عندنا هامنا لا نعود جزء من المشهد، ورواية ما عندنا فيها شيء ما هباس ما نوحدوا فيه. احنا قط انسحبنا من ذاك الحراك اللي ينقال له إيراكي تعرفوا كاملين، واللي انسحبنا منه علنا دعمنا لصاحب الفخامة محمد ولي الشيخ محمد محمود الغزواني، وما زلنا داعمينه، داعمينه اليوم وداعمينه الصبح، ودعمنا هو اللي دعم حقيقي، ما هو دعم ذيك الناس اللي يشير لهنا دائما بالآية اللي تشير للمنافقين اللي إلى جبروش يرضى وإلى ما جبروه يعودوا ساخطين. احنا دعمنا له دعم حقيقي، لا رينا شي داعمينه، وإلى ما ريناه ندور نتمو داعمينه ودور نتمو قدامه ووراه إن شاء الله تعالى. قضية حزب الإنصاف اللي قالوا واحدين على إنه ما رشحنا حزب الإنصاف، احنا ما قط عندنا قريب له من كنا حزب الإنصاف، احنا ما قط جيناه ندور رشحنا، لا قط انضمينا له، لا قط عدلنا له مبادرة، لا قط ناقشنا معاه، ولا قط لقيناه، ولا قط نسقنا معاه. نعرفوا إن احنا هو قد تعود تجمعنا وتوف دعم صاحب الفخامة، ولا بيننا معاه شي، ما هونا على الطريق، بما إنه حزب يمثل الحكومة ويمثل ذراع سياسية للنظام، وإحنا داعمين كم اللي حراك ثاني موازي داعمين صاحب الفقامة، بيننا معها لا الاحترام وشي مضبوط وشي صالح، يا غير ما قط جيناه ندوره عنده الترشح، لا قط نستقنا معها أنا لحد الساعة ما نعرف بالمقر حزب الإنصاف، ما نعرف بال لا قط جيته ورئيسه ما قط شفته ما هو في التلفزي، ولا بيني معاه ما هو الاحترام. دعمنا الرئيس من خلال علاقات وطيدة طيبة محترمة ما علمنا عليها من سوء، اجبرناها وشناقشنا معها قرضة من الأمور وكانت تلبي لنا مطالبنا، وعلى ذاك الأساس دعمنا صاحب الفخامة وما زلنا داعمينه، وهم ذاك اللي التزمونا به عدلوهن. قضية السياسة ذيك طريق أخرى، إلي لحقنا احنا مرحلة معينة وضحنا أن السياسة عاد قاب قوسين، وأن يلا ندخل المشهد السياسي وندخلهم باب الواسع، احنا هم اللي قعدنا وعدلنا مبادرين، قال لهم مبادرة الوحدة الوطنية الصادقون وعندي عنها ما يجلب موريتانيا حد، وذاك اللي عدلت الدور تعود الناس كاملة اللي شافته. هذه المبادرة مبادرة دخلت المشهد السياسي بقوة وسجلت حضور لها في الداخل وفي نواكشوط، الحمد لله عندها منسقيات في بلديات نواكشوط التسعة الحمد لله، وعندنا ممثلين اشتغلوا معانا، عندنا جماهير واسعة، وعندنا أحلاف سياسية متحالفة معانا، وذيك الأحلاف الدور إطار قانوني ترشح منه
وذاك الاطار متاكدين احنا قطعا ان الحزب الحاكم ما ولي يوفرونا يقدر يعود قاع ما بيه هو انه ما يبقى يوفرونا والله باخل علينا بيه لانه هو توب عنده قاع من الناس اللي مثلا اللي يرضيه قاع يعود ما بخل ولا قصر معناها ان احنا ذو الخريب زماننا فيه معناها ان احنا اللي قربت الانتخابات ولا شاء الله ولا متهمين حد ما شاء الله اننا جبروا مثلا الاطار القانوني اللي كنا ندوره من 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 حلفائنا ومن كونتاكتنا خارج حزب الانصاف اضطرينا احنا اننا نبحثوا عن اطار قانوني وبحثنا عن اطار قانوني وريناه في ذي الحزب اللي ينقال له حزب الفضيله. حزب الفضيله هذا اللي ينقال الفضيله في سبيل العدل اللي يزعموا ذاك الراجل والله يترأسه ذاك الراجل تعرفه كامل اللي هو الدكتور عثمان اللي اشتاحد المعالي. هذا الحزب احنا تلاقينا معاه وتلاقينا معاه باطار سياسي بحت راوش من الناس مدخلوا في اطار قبلي وفي اطار جهوي وذمام انه لا عليه جابنا في اطار سياسي بحث وسابق نجابر معاه جابرنا مع قرضه من الاحزاب فيها اللي جانا في بلدنا وفيها اللي جيناه منه حزب الكرامه وفيها اللي جيناه احنا في بلو منه حزب 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 الاصلاح ومنه حزب مسار ومنه ار دي ار اللي هو الحزب الجمهوري ذاك على بعض الاحزاب منه بعضه زارنا وبعضه زرناه وناقشنا معاهم قدر من النقاش غير ما توافقنا احنا وهم واللي جبرنا وتوافقنا معاه ولبى لنا مطالبنا ومتاكدين احنا ان نجبره في ذواتنا هذا الحزب اللي ينقال له حزب الفضيله في سبيل العدل اللي يزعمه الراجل اللي ينقال له الدكتور عثمان واللي الشيخ احمد بن ابي المعالي. هذا الحزب احنا اترابطنا معاه لانه اولا اكبر حليف عندنا احنا في الداخل هذا الحليف اللي ينقال له ريهان سكان المقتل احجار. هذا الحزب يمثل له عمق، هذه الروايه دائما نشير لها. وبتمكيننا احنا من ترشيح ذاك الراجل اللي ينقال له احمد سالم ولا عبيد مان العمده احمد سالم في صنقرافه اللي هي بلد بعد قاع اللي منه رئيس الحزب وهو عمقه بعد قاع هو دليل على ان الحزب مستعد للتعاطي ومستعد انه يعطينا احنا ذاك اللي يلودون. اذا هذا الحزب احنا استطعنا الحمد لله حالا عندنا اسبع مقاطعات من نواكشوط مرشحه فيهم مبادره الوحده الوطنيه صادقون انصارها مرشحه فيهم عمد من انصارها اسبع مقاطعات من نواكشوط من مقاطعات نواكشوط تسعه مرشحه فيهم مبادره الوحده الوطنيه صادقون في بلديتها وهذا نجاح وهذه قيمه كبيره بغض النظر عن الحمد لله الترشيحات الواسعة في الداخل ما شاء الله ما شاء الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وبالنسبة لنا احنا قايلين لذيك الناس انها تبشر ما سيارنا احنا في التدوين اليوم اننا متألمين والله اننا نتعاطف والله ندور احنا ما ما ما, ما قطعدنا نديروا تدوينات على 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 فيسبوك ندوروا بهم اننا نذيروا التعاطف والله نذيروا هذا نذان فهمنا ان النوع من الامور يا الله حد يقضي الميدان ويعدى الراس ولا الفيسبوك ما يعطي شيء ولا يجي حد له الفيسبوك مسيكينين ما عندهم من شيء يكون شيء من الكتبه ذاك خالق له ذاك والتنظير وذي الامور معناها ان احنا ما لنا لاش الا من دوره عندهم شيء. قضيه الترشيح قلنا لكم يبدو شيء من الناس ما فهمها قالنا ان شاء الله ندور نترشحوا ندور نترشحوا باماكن تليق بينا ندور نترشحوا باماكن راوحنا انها هي قيمتنا وهي هي قرعتنا وندور نترشحوا فيها وقضيه الترشيح الا مسعى على المرء ان يسعى، ذاك الصلي لا يخلق، اخبر فيها الله، بعد الانسان الا لا يسعى، ويدخل يدخل اموره من باب اللي يا الله اللي يا الله تندخل منه، ذاك الثاني عند الله هو هو اللي لا يعدل فيه، احنا سائلين التوفيق للناس كامله، وراجين للناس كامله اللي منها سعى مسعى، ان الله تبارك وتعالى يثبته فيه، وييسر له ذاك اللي ذاك ذاك اللي فيه الخير، وقضيت على ان شاء الله تعالى عندنا مازلنا مولي معركة النواب وندور إن شاء الله نرشحوا شخصيات مضبوطة شخصيات بوزنها في أماكن مضبوطة إن شاء الله تعالى الدخول مولي ذاك المعترك وندوروا بإذن الله تعالى ندخلوا أشخاص البرلمان إن شاء الله تعالى وندوروا إن شاء الله تعالى نتموا من نصر إلى نصر وخالق الله القدام نختار نقولوا لك الناس اللي تبقينا واللي داعمتنا على إنها إن شاء الله تبشر خالق الله قدام ان شاء الله باذن الله تعالى وليك الناس الثانيه
قايلين لها وتوف لنا راجل لها التوفيق في ذاك اللي عدرت هي وفي ذيك الخيارات اللي عندها هي. احنا بعد خياراتنا ايه هي؟ ما اننا حاملين حقد على حد ولا عندنا عداء مع احد. حزب الانصاف ما بيننا معاه مولتي هي احسن. عندنا في ياسر مش نقدر نقوله كما انه عنده هو ياسر احنا مش نقدر نقوله. يا قال بما ان حزب الانصاف هو ذراع سياسي للنظام والذراع السياسي الصاحب الفخامه اللي احنا بتنا قررنا دعمه. ما لنا قايلين له شيء كيف الناس الاخرى اللي ما لنا قايلين له شيء. ما لنا قايلين لحد شيء يسوى هو منه. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل ان اهتديتم. احنا اليوم واحد فيها الا روسنا وقال بينا قاع. والله الا عندنا من المشاكل وعندنا من العيوب وعندنا من شيء اللي شاقلنا عن مشاكل الناس وعيوبه. على كل حال راجين التوفيق للناس كامله ولا نعيد ونجدد ونقول لكم بل ان احنا الحمد لله ما لنا فوسع منها ولا عنده روح حد يتعاطف معانا ولا عنده روح حد يقول انه عجلتوا ومشيتوا هوك ومشيتوا هوك. احنا قبضنا قرارات ترتب علينا لكن اللي في القرارات اللي قبضناهم بكامل قوانا وبكامل ارادتنا وذاك اللي عدلنا متحملين عواقبه متحملين ذاك اللي مترتب عليه كامل يسوى شنو. والانتخابات ندورو ندخلوها حامدي مولانا وشاكرين وعندنا جماهير وجماهيرنا ان شاء الله الدور تدخل الانتخابات ولا هي لا يتعددنا من جماهير الناس باذن الله تعالى. إلى عادة الناس تنفع جماهيرها يدوروهم ينتفعوا وإلى عادة الناس تعبئ جماهيرها يدوروهم يعبئوا وإلى عادة الناس تتوفر الجماهير ذاك اللي يستحق كامل مشي يدور إن شاء الله يتوفر لجماهيرنا والساحة بيننا والميدان مفتوح. والسلام عليكم ورحمة الله. شاكركم ومحييكم وطالب لكم التوفيق كاملين ومرحبا بكم والسهلة وهلا وخير مرحبا.